الحتت بتاعت البيوت دي انا ببقى حساس قوي فيها. معلش يعني الواحد ممكن يتكلم كلام في الاطار العام، لكن زوجته وابنه وبتاع وكلام وهو لاخره في العمل العام طبعا غلط، ان انا حابي على زوجتي وحابي على اخويا وحابي على حد يعني ده منصوص عليه من القرابه يعني صله القرابه والاخ. لكن انا يعني ببقى متضرر نفسيا، ما بحبش الحاجات دي وبسيب كل واحد حر في حياته الخاصه، لان ده مش من الالفه عندي يعني ان انا اتطرق لحياه الناس الخاصه يعني. فانا بشكره شكر جزيل. وكويس حكايه حياته الخاصه دي. في الاستاذ الداعيه معز مسعود اتجوز سيدة محترمة اسمها بسنت نور الدين، وبعد 6 شهور حدث الطلاق. ايه كمية الدخول والخروج في الحياة الخاصة بتاعت الناس دي يا جماعة بتوع الإعلام؟ ايه؟ ها؟ ايه كمية العروض المغرية من جانب القنوات ومن جانب البرامج عشان نعرف اللي حصل وايه سبب الطلاق ما بين بسنت وما بين معز؟ ايه في ايه؟ لا بجد في ايه؟ في ايه؟ في عشان ادفع 200,000 جنيه عشان اعرف هم اتطلقوا ليه؟ ها؟ وهقول للراي العام انه اصله في مشكله. طب اصل ايه يا جدعان؟ في ايه؟ في ايه ايها الزملاء؟ في ايه؟ الغوص في الحياة الخاصة ليس بهذه الطريقة. الناس مش واقفة على حافة الهوية عشان تعرف معز مسعود طلق بسنت نور الدين ازاي. الحياة الخاصة دي ده يعني معبد. أنا ليه أتكلم في حياتي الخاصة قدام الناس؟ وليه أطلع في الإعلام أتكلم؟ حتى اللي عايز يتكلم، حتى اللي عنده شغف إنه يتكلم في حياته الخاصة هو حر، يولع بقى هو حر والله يطفي وحر. لكن يطلع عشان يقول يعني واحد اتجوز واحد وطلقه، البنت بمنتهى الاحترام او السيده بسنت في منتهى الاحترام، ودي ست رقيقه جدا يعني ملهاش انا ظني يعني ملهاش في اي حاجه، دي بتعمل فيديوهات عن الاثار وعن البتاع ولا اخره وكده وكلام. ده لما معز مسعود اتجوزها اتجوز بسنت مواقع كتيرة جدا، انت الحق دي بسنت دي اخوان، الحق معز ده اخوان، الحق مش عارف ايه، طب خلصنا من الحدوته دي وربنا وفقهم واتجوزوا واتطلقوا دلوقتي. الحق السبب الطلاق، وكل بقى وكل موقع والمواقع شغاله سبب طلاق معتز معز مسعود من بسنت نور الدين كذا، واحد يروح قايل لك السبب الحقيقي لطلاق بسنت نور الدين من مش عارف ايه، انت بص تلاقي داخل لك في قصه ثانيه خالص، وقد كانت هناك مش عارف ايه وعمل ايه وسوى ايه وجاب ايه. في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ طالما الناس مش عايزه تتكلم انا اتكلم بنيابه عنهم ليه؟ ليه؟ وليه برنامج يسخر 100,000 جنيه و 200,000 جنيه و 300,000 جنيه ونص مليون جنيه عشان اجيب او فاهميني؟ فاهمين الموضوع؟ ليه؟ الحياة الخاصة، والله العظيم الحياة الخاصة. أنا ألاقي فلان وأنا جاي شخصية عامة ماشي في الشارع مع شخصية عامة أخرى، أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا يخصني بإيه؟ ها؟ يخصني بإيه أنا؟ شفت في كافيه فنانة قاعدة مع فنان، أنا مالي؟ أنا مالي يا بشر؟ وصورة وبتاع ده انا رايتهم وقد كان وعمل وسوى، مع ان الموضوع ممكن يكون غايه في البراءه، انا مالي؟ واشغل الناس ليه؟ الناس بتتشغل بالحته بتعمل الحاجات دي والطريف واللطيف والبتاع. واحده رايحه البتاع الانتخاب ببسكليته، لما تروح ببسكليته ان شاء الله حتى تروح بتوك توك، انا مالي؟ لا صور بقى ببسكليته، هي عايزه ناس تكتب عنها. خليك ذكي، خليك ذكي، هي مش رايحه ببسكليته كده لله، لا ناس تكتب عنها والناس تقول راح بسكليت وراح بتاع مش عارف ايه. كفايه انك تروح تعمل صباعك كده انك انتخبت وانك عملت وانك سويت وانك الموضوع زاد عن حده جدا التدخل في حياتنا الخاصه، وانه لما يحصل حاجه نحاول بقدر الامكان نستلقف نلفت النظر بتاع المشاهد. تعال اقول لك
فلان طلق فلانه ليه؟ والنبي لا تيجي. طب عليا النعمه لا تيجي. طب وحياه ربنا لا تيجي. ما جيتش ازعل منك، انا عايز اقول والله العظيم اقول لك معلوم. انت تعرف فلان طلق فلانه ليه؟ ليه؟ ها؟ يجيب لك بقى 100 سبب. اطلع فاصل يعني.